أصدقائي الكرام، يسعد أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. بهذا الفيديو رح نطرح عليكم سؤال ديني رمضاني، اللي هو شو هي الليلة اللي هي خير من ألف شهر وشو بتعرفوا عنها؟ تابعونا أصدقائي، خلونا نشوف. السلام ورحمة الله. أخي رمضان كريم. علينا وعليكم جميعا إن شاء الله. كيف تحضيرات العيد؟ الحمد لله رب العالمين، العيد كله بخير والله يردنا على بلادنا، وتحضيرات كتير ممتازة وكويسة. استحضار هيك أو استعدادك لليلة القدر كيف؟ الحمد لله رب العالمين، جيدة وممتازة والله. بجاه النبي بهالأيام الفضلة يكون أيام فرج وسعادة للمسلمين. طيب أكيد سمعان بالصاروخ الصيني التائه اللي ما بيعرف يوم دي طب، تعرف مين اللي اخترعه؟ اخترعته الصين. مين اخترعه؟ هن اللي الاسم المخترع شو اسمه؟ ما عندي والله مش مو هذا السؤال. السؤال ليلة القدر. ليلة القدر في أي ليلة من ليالي رمضان تجي؟ 27 رمضان. متأكد؟ متأكد، وهي ليلة القدر. ليلة القدر فيها صورة الله أنزلها، بتعرف شو هي؟ صورة بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلنا ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر سلام وليها حتى مطلع الفجر. ممكن نطلب منك طلب؟ تفضل. ما تنسانا من دعواتك إن شاء الله تعالى. الله يفرج علينا وعلى المسلمين، والله ينصر أخونا الفلسطينية من الاحتلال الإسرائيلي إن شاء الله تعالى. آمين آمين. رمضان كريم علينا وعليك جميعا. السلام عليكم. عم محمد، في ليلة الله ذكر بالقرآن خير من ألف شهر، شو هي؟ ليلة القدر. ليلة القدر إيمت بتصادف؟ آخر العشرة من رمضان، العشرة الأخيرة من رمضان. شو بتعرف عن ليلة القدر؟ شلون يعني؟ شو بتعرف عن ليلة القدر؟ هي ليلة من خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن كل أمر سلام وليها حتى. العبادة فيها شقلبة عادل؟ عبادة ألف شهر. مرحبا عمو. أهلين عمو. شو اسمك؟ محمد. محمد صف شو؟ خامس. انت عمو شو اسمك؟ زكي. زكي صف ايش يا زكي؟ خامس. صايمين ولا مفطرين؟ لا، واحد مفطر واحد صايم. انت صايم؟ هذا انا مفطر. مفطر، شوفنا لسانك مفطر. انت صايم عفارم، الله حي الشباب. ليلة القدر مين سمعان فيها؟ مين بيعرف ليلة القدر؟ تعرف ليلة القدر؟ انا يعني شوي منها. انت؟ انا لا. في سورة بالقرآن اسمها ليلة القدر، حفظانا؟ لا. أنت؟ لا. أنت عمو؟ طيب أنا ما حفظانا، يعني بقرأ في القرآن. طيب في ليلة بالقرآن الكريم أو في سورة بالقرآن اسمها سورة القدر، بتحكي إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ليلة القدر هي في شهر رمضان المبارك، تجي 27 رمضان بتجي ليلة القدر. يا سلام يا سلام، هي ليلة عظيمة وليلة مباركة. كيف لازم واحد يقيم ليلة القدر؟ لازم نصلي ونقرأ في القرآن وندن نصلي كل صلاة بوقت بوقت. قرب شوي. نعم. وكل ما يصير الصلاة بوقت بوقت لازم نصلي، ولا صلاة ما لازم نروح علينا. عفارم عليكم، أحلى شباب والله. رمضان كريم لكم جميعا. علينا وعليكم. علينا وعليكم. علينا وعليكم على الجميع. أخ علي، شو هي الليلة اللي هي خير من ألف شهر؟ ليلة القدر. ليلة القدر، ليلة القدر إمتى بتجي؟ 27، 29، 21، بالفرد هيك بقولوا يعني. يعني بالعشر الأخير بالأيام الوترية. طيب شو بتعرف عن ليلة القدر؟ والله ليلة القدر بسم الله الرحمن، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. يا سلام، كيف استعدادك لقيام ليلة القدر؟ والله إن شاء الله الله يقدرنا بجاه سيدنا محمد. الله هيك يبلغنا إياها، ولا تنسانا من دعواتك فيها. يا سيدي الله يوفقك ويوفق جميع المسلمين ورجعنا على بلادنا بجاه سيدنا محمد، هي أهم شيء. آمين يا رب آمين. رمضان كريم والله يعطيك العافية. الله يسلمك يا أهلين وسهلين. أخ محمود، في ليلة الله ذكر هي خير من ألف شهر، شو هي؟
ليلة القدر. ليلة القدر إمتى بتصادف؟ 27 رجب ما أعتقد. 27 رجب ولا؟ رمضان. 27 رمضان. 27 رمضان اللي هي ليلة اليوم. ليلة اليوم. شو بتعرف عن ليلة القدر؟ أنزل فيها القرآن ليلة مباركة. العبادة إيش قد بتعادل؟ خيرا من ألف شهر يعني. ألف شهر إيش قد بسووا؟ يعني بسووا بركة. عبد الخالق حميدي، كيف استعداداتك للعيد؟ والله الحمد لله تم تأمين بعض الأشياء، مستلزمات الحياة طبعا، من ضيافات، من حلويات من أجل العيد يعني، طبعا على الخفيف طبعا يعني، بسبب الأوضاع اللي هم في تركيا مثلا، الحظر وهالشغلات هي. معلوماتك الرمضانية كيف؟ والله الحمد لله بسيطة يعني. طيب راح نسألك، في ليلة هي خير من ألف شهر، بتعرف شو هي؟ ليلة القدر. ليلة القدر، ليلة القدر في أي يوم بتصادف؟ والله الأكثر قولاً أنه 27 رمضان، ليلة 27. شو بتعرف عنها أكثر؟ والله أكثر من هيك ما أعرف يعني، أنه أعرف أنه ليلة 27 وهي خير من ألف شهر طبعاً. فيها سورة الله نزل بالقرآن الكريم باسم حفظانة؟ نعم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. شو هي الليلة اللي خير من ألف شهر؟ ليلة القدر. إمتى بتصادف؟ ليلة القدر يعني حسب ما ورد في السنة وفي الأحاديث الشريفة بالعشر الأخير من شهر رمضان الكريم، العشر الأخير والأغلبية الأيام الوترية، أيام الفردية. حلو. شو بتعرف عن ليلة القدر؟ ليلة القدر هي ليلة مباركة، ليلة سمحة طليقة، لا حارة ولا باردة، فيها تقدر أمور العباد، تقدر رب العالمين سبحانه وتعالى يقدر أمور العباد من الأرزاق، من يعني الملائكة بتقدر أمور العباد. ليلة عظيمة، ليلة نزل فيها القرآن الكريم، نزلت الرسالة النبوية عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله أغنيتنا بالسؤال أستاذ، الله يعطيك العافية ورمضان كريم. عمي، في ليلة هي خير من ألف شهر، بتعرف شو هي؟ ليلة القدر. إمتى بتصادف ليلة القدر؟ ما حتى في 22 في 25 27. ليلة القدر هي ليلة مباركة وليلة شو كيف استعدادك لهي الليلة؟ هو مجاهد في سبيل الله من بني إسرائيل، جاهد في سبيل الله ألف شهر. اللي بيشوف ليلة القدر اللي أنزل فيه القرآن الكريم رب العالمين خير من ألف شهر. ما شاء الله. كيف استعدادك لقيام ليلة القدر؟ الله معين يا سيدي، الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. إن شاء الله. رمضان كريم. أيوة عليكم. الله سبحانه وتعالى يفرج على الأمة الإسلامية، يفرج على المسلمين ويخفف عنهم ويجعلها إن شاء الله سبحانه وتعالى يعني عام فرج إن شاء الله. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها. الليلة اللي هي خير من ألف شهر هي ليلة القدر، هي ليلة عظيمة مباركة. العبادة في ليلة القدر تعادل عبادة 80 سنة. أصدقائي الكرام، لهون بكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسونا من الاشتراك وتفعيل زر الجرس. سلام.